فعلا طيب لو سنقدم اقتراحاتنا لهذه اللجنة، نعم وبالتأكيد سنصل إن شاء الله إلى شخصية وفاقية. يعني اللجنة يعني بدأ في الاجتماع والذي أنت بطرف فيها رشحت بعض الأسماء، أذكر مثلا سيد عبد الكريم الزبيدي، سيد منصور معلا، سيد أحمد المستيري، سيد مصطفى كمال النابلي، السيدة وداد بوشماوي، السيد جلول عياد، السيد صادق رابح، والسيد نور الدين حشاد، والسيد محمد الناصر، وأسماء أخرى غيرها. هل من بين هذه الأسماء الاسم الأقرب للحركة، وخاصة أنه يعني الناطق الرسمي الجديد للحركة السيد زياد العذاري قال أنه ليس للحركة أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة، فما تعليقكم؟ كلها شخصيات، هذه شخصيات محترمة وشخصيات وطنية، وأغلبهم أعرفهم، بل أغلبهم أصدقاء لي وأحترمهم، وأتوقع أن أي واحد من هؤلاء قادر على قيادة البلاد إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بالمسار التأسيسي أيضا، برأيكم هل يمكن المصادقة على الدستور في الأجال المحدد في خريطة الطريق؟ كيف يمكن تذليل كل الصعوبات مع عدم إمكانية الوصول في الوقت المحدد مع بعض المطبات التي قد ترافق عملية التصويت؟